نتكلم كيف نحسن منظرنا وصورتنا في المشاركة الجاية، مشاركة كبيرة، بطولة قارية معترف بها تماما، يعني ما زي مونديال العرب. انت كل المنتخبات الافريقية حتجيك بكل الجيش، العدة والعتاد. يا طيب، يعني الجزائريين ديل يجيبوا لك المحترفين ديل كلهم، المغاربة يجيبوا لك الجيش كله، المصريين ناس صلاح والجماعة ديل كلهم جايين من اوروبا. فانت شفت منظر لاعبنا، شفت مستوى اللاعب السوداني، عشان انت تظهر بمظهر كويس على الاقل تحفظ مع الوجه للكره السودانيه، المفروض تعمل شنو؟ هو الوقت ضيق جدا، الوقت ضيق جدا، وانا كنت مستغرب، يعني الان مستغرب لماذا لم يتم استقطاب اولادنا اللي بيلعبوا في الدورات الاوروبيه. ده سؤال برضو مهم. المنتخب ما نرجو منه الكثير صراحه في الوقت الراهن، ما هي سلبية ولكن هي حقيقة وواقع. الوقت ضيق جدا، نحن حنال كالعادة شرف التمثيل، يعني وإذا أردنا أن النشيد الوطني مستقبلا نهتم بالناشئين والبراعم وبالمراحل السنية، يعني لازم نأسس من تحت، وإلا حتكون حنظل في دائرة محلك سر. طيب جميل.